كيف الشباب اليوم؟ اليوم راح أقول لكم شو التكنيك الصحيح لجمع الكيبل للصدر. هذا التمرين كتير ناس لال اللي بيعملوه بشكل صحيح. أكبر خطأ بهذا التمرين، أول شيء ناس بتعمل أكثر خطأ هو بترفع كواك لفوق. في ناس كتير بس رفعت كواك لفوق وقدمت هيك لقدام، شغلت الكتف الأمامي أكثر من الصدر. الخطأ الثاني هو عدم ثبات الظهر، يعني بمرجح بظهره بيكون الوزن كتير تقيل، بصير يرجع ويقدم مع الوزن كمان ما اشتغل الصدر. طيب شو الطريقة الصحيحة لهذا التمرين؟ أول شيء فتحة الرجلين، خليها دائما رجليك متباعدين عن بعض شوي بهذا الشكل مشان تأخذ توازن. تقدم شوي لقدام عن الجهاز، بتخلي يعني الجهاز ورا كتافك شوي. أول شيء بتعمله بتدي ظهرك شوي لقدام وبتثبته، ظهرك ما بيتحرك لا لورا ولا لقدام، وبتشد كواعك لورا، بتفتح صدرك بهذا الشكل. تمام، ترجع شوي كتافك لورا، بتفتح صدرك، لازم تفتح صدرك. ثبتنا الظهر متوازنين كلنا، يعني في واحدة بتصير كلياتك ما بتتحرك، وبتسحب الوزن بهذا الشكل. ما بتسحبه هيك، لا هيك بهي الطريقة، صدرك مفتوح ظهرك ثابت. المستوى ممكن يكون فوق، بيصير ممكن يكون تحت كمان بيصير، ولكن التكنيك هو واحد اللي هو صدرك لبرا مفتوح، كواعك تحت مو فوق بهذا الشكل، وبتجمع. بدك تقلي هيك ما فيني شيل وزن تقيل، بدك تختار، بدك تشيل وزن تقيل على كل جسمك انت، يعني بدك تشغل كتافك وظهرك وبايسبس ويعني تمرجح وتشتغل غلط، ولا بدك تشتغل بطريقة صحيحة. هذا الشيء بيرجع لك، انا عم قلك الطريقة الصحيحة. حط وزن مناسب لك، نحن بشر، انت عم تتعامل مع حديد ونحن لحم ودم. نصيحة لكل الناس وبالذات المبتدئين، خلي الوزن على قدك لحتى تفهم التكنيك بشكل صحيح وتنمى العضلة اللي عم تمرنها، بعدين بصير تزيد الوزن معك بشكل تدريجي لحتى تصير تحس بالعضلة. هذا كل شيء اليوم، أتمنى يكون فيديو فاتكم، أشوفكم الفيديو الجاي.